السلام عليكم، واخيرا راح نعلن الفايز بجهاز النادر هذا حق سبايرو اللي عطتنا اياه اكتيفيجن وسوينا عليه مسابقه عشان تحطيم رقم القياسي في سرعه انهاء مرحله معينه اللي هي مرحله الشمس المشرقه. طبعا الارقام اللي جتنا ارقام رهيبه، كل مشاركاتكم كانت رهيبه، جتنا فوق ال 500 مشاركه في الفتره اللي سمحنا فيها للبطوله اللي هي تقريبا كانت 3 اسابيع. ومو بس كذا، كل مشاركاتكم او خلينا نقول اكثرها حطمت رقم قياسي للعالم في العالم كله. يعني تدخل حق التقييم تلقى علم السعوديه على شيء، فهذا شيء صراحه جدا فرحانين فيه. وطبعا يعني احنا ودنا انكم كلكم تفوزون معنا، لكن للاسف بيكون معنا فايز واحد لان ذا الجهاز ما عندنا منه لحبه واحده، وطبعا الفروق كانت بسيطه جدا وهذا الشيء اللي يحزن، بس على الاقل بذلتوا مجهود رائع وحطمتوا ارقام قياسيه واحنا فخورين فيكم جدا. الان في هذا الفيديو راح نستعرض معاكم افضل 3 مشاركات جتنا، الاول بس هو اللي بيفوز معنا بهذا الجهاز. نبدا في المركز الثالث، عاصم العقل جاب 1:09:08. طبعا المشاركه حقت عاصم كانت ممتازه جدا، كان قريب من المركز الاول لكن ما قدر الرقم حقه الا يجيب المركز الثالث معانا. والله صعب صراحه كانت، انا جربته محمد اكثر جبت عليه 1.20 شيء زي كذا. لعبكم كان مبدع جدا مرة. وكان الفروق بسيطه. عموما المركز الثاني معنا هو عبد الله الشيخ وجاب معانا 1:08:09. يعني حرفيا تقريبا فرقه عن عاصم العقل يقارب الثانيه الوحده، تخيلوا ثانيه واحده يا شباب، وهذا الفرق وهذا الرقم اللي جابه عبد الله الشيخ. طبعا عبد الله الشيخ ابدع لكن برضو ما كان كفايه عشان يجيب المركز الاول. المركز الاول اسماعيل الحربي جاب 1:08:06. طبعا اسماعيل الحربي ب3 أجزاء جزء من الثانية، جزء من الثانية، يعني هذا شيء حتى يعني صعب انك انا ما اعرف اتخيل وصل الشيء. انا واو قدر واو يتفوق على عبد الله الشيخ. صراحة نقول لك مبروك يا اسماعيل، مبروك عليك ذا الجهاز، الجهد اللي انت بذلته اعلى رقم عالميا لهذه المرحلة. والله فخورا فيهم، انا فخور شيء رهيب تستاهل فعلا انت. يعني هذا اللي كنا نبغاه من هذه المسابقة، كنا نبغى نتأكد ان الشخص اللي ياخذها فعلا يحب سبايرو ويبدع في سبايرو. انت ابدعت، حطمت الرقم القياسي، نقول لك الف الف مبروك. باقي الشباب نقول لكم ان شاء الله في فرص جميله زي هذه مستقبلا بالتعاون مع شركات الالعاب نقدمها لكم عبر شبكه روجيم. يعطيكم العافيه شباب، شكرا على المتابعه، ولا تنسون تفعيل الجرس ليجيكم فيديوهات رهيبه مثل هذه، في فيديوهات كثيره بنجيب لكم اياها، وايضا لا تنسون الاشتراك في القناه. لايك 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 زين تعورني الحمد لله، تكفون لايك اعطونا لايك، نبي نوصل ان شاء الله للمليون ان شاء الله باذن الله. يعطيكم العافيه، مع السلامه. ايه اسمع Hehehe